السلام عليكم ماكس فيبر. الكتاب اليوم اسمه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، للعالم الألماني، عالم اقتصاد وبالسياسة، ماكس فيبر. هذا من مواليد 1864 وتوفى سنة 1920. يعتبر أحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث، وأيضا يعني كان إلى يعني إلى دراسة بالإدارة العامة بمؤسسات الدولة، ويعتبر هو أول من أتى بتعريف البيروقراطية. لكن الكتاب مالته هذا الأخلاق البروتستانتية وروح رأس المال، العفو، وروح الرأسمالية، هو من أعظم الكتب مالته. بعلم الاجتماع أول ما تحدثت عن الفيلسوف أوغست كونت الفرنسي، وبعدها تحدثت عن هربرت سبنسر الإنجليزي، وبعدها تحدثت عن إيميل دوركايم الفرنسي، واليوم نتحدث عن ماكس فيبر الألماني. فيبر بدأ بهذا الكتاب يدرس الصلة بين الدين وبين الرأسمالية، ويعتبرها فد صلة إيجابية، لأنه الأخلاق البروتستانتية هي اللي أقامت دعائم الرأسمالية مثل ما يقول. بالتالي يجب أن نبقي على هاي الأخلاق حتى نبقى نحافظ على هذا النظام الرأسمالي. يقول فيبر، يقول أنه الرأسمالية هي مو مجرد تلهف للربح، ولا هي بحث عن الفائدة، لا، يقول هي السيادة عن طريق التنظير العقلي لهاي الدوافع اللاعقلية. تنظير عقلي لهاي الدوافع، مثل العطش للربح، الاستغلال، الجشع. وأيضا يقول الرأسمالية هي البحث عن الفائدة، بس وين؟ بمؤسسة دائمة قائمة على التنظير العقلي وليس يعني اعتباطا. يقول الرأسمالية أصلا وجدت بالشرق القديم مو بالغرب، لكن بصورة بدائية عن طريق التجارة. لكن بالغرب يقول وجدت بصورة مؤسسات، نظم، سلف، بنوك، وأيضا استغلال للعبيد بالزراعة. أيضا ذولا كانوا متعهدون المستعمرات، لذلك عرفت الرأسمالية الأوروبية بأنها كانت تسمى قرصنة رأسمالية. فالغرب هو اللي استلم من الشرق الرأسمالية، لكن بدأ يعمل تنظيم للرأسمالية للعمل الحر، ووضع قواعد يعني محاسبة عقلانية، وبدأ بالغرب يفصل بين المنزل والمصنع، لأنه كانت الصناعات بدائية، بدأ يفصل بيناتهن. وأيضا نتيجتها بدأت تنشأ بالغرب البرجوازية، ومؤكد أن راح نعرف أنه من نشأة البرجوازية راح يبدأ الصراع بين الطبقات، بين الدائنين والمدينين، بين الملاك والفلاحين، بين أصحاب العمل والعمال. السبب هذا كليته يعني هذا التنظير، يقول ماكس فيبر، يرجع العاملين الأول. يعني ليش، لماذا الرأسمالية ظهرت في الغرب أو وضعت أسسها المنطقية بالغرب؟ يقول سببين. السبب الأول هو يقول صفة وراثية بهاي الشعوب الغربية، وهذا كلام يعني حسب اللي يدرسون كتابات ماكس فيبر يعتبروا عنصري، نوع شوية من العنصرية. ويقول العامل الثاني هو الدين، وبالتحديد المذهب البروتستانتي اللي أعطى فد لون معين من السلوك العقلي ضد العقبات الروحية اللي كانت موجودة بالكنيسة الكاثوليكية. طيب، هذا الكلام شو يقول عنه كارل ماركس؟ كارل ماركس يختلف بالنقيض عن كلام فيبر، مثل ما درسنا بحياة كارل ماركس. كارل ماركس كان يؤمن بتأثير الأفكار المجردة، ما له علاقة بالدين. هاي الأفكار المجردة كان يوصفها معطيات أولية بالمجتمعات البشرية. فبالكتاب مالته اللي هو نقد نظرية الحق لدى هيجل، يقول ماركس إن يعني إن الدوافع الإنسان ما يتيسر إلا بربطها بالظروف الاقتصادية فقط، ورفض كل نظريات الهيجليين الشباب ببقته. بالكتاب اللي طرقت له أطروحات حول فيرباخ، ليش؟ لأنها اكتفت بتفسير العالم بدون أن تقدم أي طروحات علمية. كارل ماركس يعني هنا ذكر مسارين مختلفين لفهم حركة التاريخ. الأول قال مسار تطور أحادي يبدأ بتقسيم العمل، أنماط الإنتاج بعصور العبودية والإقطاع والبرجوازية،
والآخر اللي قال بي مسار تطور تعددي، هذا يتبع يعني مشاكل الملكية الخاصة بالمجتمعات المختلفة. بالنقيض من عنده صاحبنا ماكس فيبر اللي يقول إنه دوافع الإنسان ما يمكن اختزالها بالدافع الاقتصادي، عكس ماركس تماما، يقول إنه يعني هاي الدوافع ما نقدر نختزلها بدافع اقتصادي بمعزل عن العقائد والقيم والتقاليد. فبهذا كتابه راح نشوف اللي هو روح الرأسمالية والأخلاق، عفوا الأخلاق البروتستانتية وروح رأس المال، راح نشوف إنه يعني تفسير إلى مغاير. فأيضا كارل ماركس إنه من تكلم عن ظاهرة الطبقات قال إنه هاي منشأت من علاقات الملكية ونمط الإنتاج، إنما ماكس فيبر يقول منشأت من علاقات الملكية وأنماط الإنتاج لكن تأسست بظل اقتصاد السوق الحديث. العفو، هذا كارل ماركس. بالنقيض من عنده ماكس فيبر يقول لا، وحدها المادية التاريخية الساذجة يقول عنها اللي تفترض هاي الأفكار هي انعكاس للظروف الاقتصادية، يقول لا ليس لها علاقة فقط بالظروف الاقتصادية. المهم هي شنو البروتستانتية بالبداية؟ البروتستانتية هي مذهب مسيحي انشق عن المذهب الكاثوليكي. المؤسس مالته هو مارتن لوثر، هذا كان راهب ألماني وقسيس وأستاذ لاهوت، وهو اللي نقدر نقول عنه أطلق عصر الإصلاح بأوروبا، لأنه بدأ يعترض على خزعبلات الكنيسة الكاثوليكية من صكوك غفران وغيرها. هذا الكلام طبعا مارتن لوثر مواليد 1483 وتوفى سنة 1546 بالتحديد 31 أكتوبر، هو يوم الإصلاح. لماذا؟ لأنه هذا أتحدث عن المذهب البروتستانتي، لأن بهذا اليوم مارتن لوثر وضع قائمة بالاعتراضات على الكنيسة الكاثوليكية اللي تتعارض ويا الديانة المسيحية، تتعارض ويا الكتاب المقدس، واللي بلغ عددها بوقتها 95 اعتراض، وضعها على باب إحدى الكنائس الكاثوليكية بمدينة ألمانية. هذا الكلام سنة 1517. زين، يعني نقدر نقول بداية هاي الصحوة والإصلاح العالمي. باعتراضاته وضح مارتن لوثر الخطوط العريضة لسوء استخدام السلطة، للعقائد الخاطئة المنافية لتعاليم الكتاب المقدس، يعني من طرف الكنيسة اللي كانت هي مصدية بذاك الوقت. من أهم الاعتراضات اللي ذكرها مارتن لوثر على الكنيسة والانحرافات مالتها، يعني صكوك الغفران اللي كان يبيعوها للناس، مثلا محاكمة العلماء، محاكم التفتيش وغيرها. فكان مو بس مارتن لوثر، لا، كثيرين جدا كانوا مصلحين ظهروا بأوروبا واعترضوا على الممارسات الخاطئة للكنيسة الكاثوليكية بذاك الوقت. زين، حتى هذا الاسم بروتستانت من الترجمة معناه المعترضين. فمن ضمن الاعتراضات أو من ضمن الأمور اللي قالوا يجب أن نؤمن بالكتاب المقدس فقط، ما نؤمن بالباباوات، لأن الباباوات كانوا يعتبرهم مثل المسيح، ولا أن علاقة بالتقاليد اللي هي ربطت بالمسيحية. أيضا الكتاب المقدس كان يقرأ فقط بلغات وحدة، قال لا، من حقنا أن نقرأ الكتاب المقدس بأي أحد، من حق أي أحد أن يفهمه يفسره مثل ما يريد، مو فقط اعتمادا فقط على الباباوات. أيضا من ضمن مطالب مارتن لوثر عدم الاعتراف بسلطة البابا، أنه البابا ما له حق يعني يصرف مثل الإمبراطور والملك، أيضا مو من حقه هو يغفر وكذا، هو مرب العالمين. أيضا العبادات والطقوس الكاثوليكية كلها هاي رفضها، وقال أنه كل كنيسة بروتستانية في أي مكان استقلالية تامة عن البابا وعن سلطة البابا. ف حتى الصلوات اللي كانت تقام بلغات السريالية والقبطية بالكنيسة واللي كان ما يفهموها يعني يرددوها ما يفهموها، قال لا، يعني لا بأس انه كل من يقيم الصلاة مالته باللغة اللي يفهمها. ف يعني حتى بالزواج كان محرم على القسي الزواج، لا، البروتستانت او مارتن لوثر قالوا لا بأس ان يزوجون القساوسة، وحتى هو ايضا
مارتن لوثر شاف له وحده بالحلال وزوجها وانجب من عندها. فالبروتستانتيه هي مذهب انبثق من الرحم الكاثوليكيه، عارض الكاثوليكيه، وبدا يعني ينتشر بالمانيا وباوروبا وبامريكا. ايضا من ضمن المذاهب البروتستانتيه مذهب اريد اتطرق له، الكالفينيه اسمه ايضا، هذا بفرنسا. هذا بفرنسا هاي تهمنا الامور، لان يعني بعصر الانوار بعصر الاصلاح هاي يعني من طرق الفلاسفه يجب ان نعرف نبذه بسيطه عن قصه الحضاره. بفرنسا ظهر ايضا قس اسمه جون كالفن، هذا ولد يعني تقريبا عمره مقارب لعمر مارتن لوثر واحد المعجبين به جدا، ولد سنه 1509 ومات سنه 1564، فكان من اشد اتباع يعني مارتن لوثر. ايضا مذاهب اخرى كثيره يعني العماديه وغيرها تتبع للكنيسه البروتستانتيه. اذا اريد نقارن بين البروتستانتيه وقارنا بين البروتستانتيه والكاثوليكيه، ايضا البروتستانتيه والكالفينيه، كان ماكس في بريره انه بالكالفينيه بيها فد نظرة مثالية تختلف عن البروتستانتية. شلون؟ يقول انه هذا دا يتكلم ماكس فيبر، يقول انه الكالفينية بيها فد نظرة مثالية، يعني كأنه هي وجدت لتعظيم الرب وتضع الانسان بمحل تنفيذ اوامر الله، فيعيش هذا الانسان اللي يتبع كالفين يعيش حياة اجتماعية اساسها هو حياة روحية ربانية خالصة لوجه الله، فيصبح هذا الاندماج الحياة الدينية بالحياة الاجتماعية ملبي للحياة البشرية ومعبر عن من؟ معبر عن قيمة العمل، انه فقط يمجد رب العالمين وتعظيمه، مو انه يروح يحقق لك مكاسب ويعمل ويشتغل، لا. فتكتمل هاي الصورة المثالية للمذهب الكلفني بنظرها الى الفرد والاخلاق على انه علاقة بدون صراع ابدا. النقيض مالتها البروتستانتية، فالبروتستانتية علاقة الإنسان بربه تكون علاقة فردية، يعني أن الله يبارك للعبد من خلال ما يعمل، من خلال ما يقوم به من عمل، وحتى يعرف هذا العبد إذا كان الله راضي عنه، لو غير راضي عنه لازم على الإنسان أن يراقب سلوكه. فإذا كانت أعماله التجارية على سبيل المثال ناجحة وأموره ماشية بالعمل ويعيش عيشة راضية هنيئة ببيته ومسكنه وزوجه وكذا وكذا، وأمور مادية حلوة مالته وماشية، فراح يعرف بأنه الله راضي عنه. وإذا كانت لا يعني سلوكاته ما معتدلة، أموره ما ناجحة بالعمل وكذا، راح يعرف أنه الله غير راضي عنه. هنا اللي يفيدنا شنو؟ اللي يفيدنا أنه راح يصبح مبدأ الرضا الإلهي عن الإنسان بالعمل هو المقياس، صح لو غلط. فراح يبدأ إنسان يعمل وينتج ويكثر بالإنتاج حتى الله يرضى عنه، وراح يستفاد ماديا. هذا الفهم اللي إجت به البروتستانتية، أنا دي أتكلم منه فيلسوفنا ماكس فيبر، هذا الفهم اللي تكلمت به البروتستانتية مكن البروتستانتيين من مجموعة من الأفكار اللي ما كانت واردة قبلهم، فخلت ما يوجد وسيط بين الإنسان وبين ربه مثل ما كان البابا هو الوسيط، لا. ولما بل إنه أصبح الإنسان بعلاقة مباشرة بينه وبين ربه ما بيها أي حجاب ولا بيها أي اعتراض أو قياس، وعرفنا إنه رضا الله هو القياس للإنسان من تكون سيرته حسنة وعلاقته مزينة مع بقية البشر ويعمل. هذا التصور راح يفرض لك فد نمط معين من السلوك على الإنسان المؤمن اللي يتبع الكنيسة البروتستانتية، نمط معتدل يميل للتقشف. فالإنسان إذا كان رابح بتجارته أرباحه ما يجب أن يصرفها في أمور تخالف إرادة الله، ما يتكبر على الناس، ما يفتخر على الناس، ما يرتكب آثام ومحرمات، يجب أن لا يطغى هذا الإنسان. فتصور البروتستانتي فرض على المؤمنين أن يكونوا معتدين بأسلوب حياتهم. هاي الأخلاق
خلت الناس يراكمون ثروات، لو ما يراكمون بالتأكيد راح يراكمون ثروات حتى الله يرضى عنهم. ليش؟ لأن راح يعملون بشكل متواصل وما راح يبذرون، لا يشرب خمر ولا دعارة ولا، إذن الفلوس راح تبقى مسيطرة عليها، راح يبدي يستثمر أكثر، راح من أجل أنه يتضاعف العمل مالته ويتوسع الإنتاج. ماكس فيبر لاحظ أنه الرأسمالية انتشرت بالبلاد اللي كانت تنتمي للمذهب البروتستانتي وليس للمذهب الكاثوليكي، راح نعرف ليش. فأكو إحصائيات بوقتها موجودة، عن طريق هالإحصائيات درسها ماكس فيبر، يقول حركة التصنيع اللي كانت مواكبة للرأسمالية بذاك الوقت كانت أشد انتشار بشمال ألمانيا وبشمال فرنسا وبشمال إنجلترا وبشمال إيرلندا وليس بالجنوب. الشمال كلهم كانوا يسكنون بروتستانت، جنوب ألمانيا، جنوب فرنسا، جنوب إنجلترا، جنوب إيرلندا كانوا كاثوليك. يقول السبب انه ذول يعني حسب الاحصائيات البروتستانت كانوا يسكنون بالشمال والكاثوليك كانوا يسكنون بالجنوب. طيب ايضا اصحاب رؤوس الاموال بالبلاد الغربيه معظمهم من البروتستانت، ايضا البروتستانت يعني كانوا يعتبرون يهود اوروبا، احنا نعرف ان اليهود عندهم وله بالمال وبالعمل وبالتجاره، فكانوا البروتستانت هم يعني يعتبرهم ماكس فيبر يهود اوروبا كما تقول الإحصاءات اللي كان يقرأها، لأن كانوا عندهم ولع بالتجارة وولع بالمال. أيضا البروتستانت هم أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب مجالس الإدارات، وهذا كانوا يرثوه جيل بعد جيل يتربون به. حتى بالتعليم تقول الإحصاءات كانت ترتفع نسبة البروتستانت اللي يروحون للمدارس الصناعية للمعاهد الفنية بشكل جدا كبير، عكس الكاثوليك اللي كانوا يودون أبنائهم ويروحون المدارس تدرس الأدب والفلسفة والإنسانيات والتاريخ وغيرها. فبدأ بالحالة يتجه البروتستانت نحو المصنع، الكاثوليك يتجه نحو الإنسانيات أو نحو حتى الحرفة. فيظهر البروتستانت شغف ونشاط واضح نحو العقلانية الاقتصادية، أما الكاثوليك فما كانوا يشاركون بالتجارة ولا يقيمون المشروعات. مع العلم حتى من كانوا أقلية بألمانيا، يعني احنا نعرف كل أقلية بأي مكان مثل اليهود بالعراق على سبيل المثال سابقا كانوا هم يستلمون التجارة حتى يعوضون عن النقص الكمي، يعوضوا بيش؟ يعوضوا بيتميزون بالتجارة. الكاثوليك حتى من هم أقلية بألمانيا ما كان لهم اهتمام بالتجارة، راح نشوف هسه بعد شوية شنو تفكير الديني بالنسبة للكاثوليك. البروتستانتية أيضا تهتم بمباهج الحياة، وكانت ترى أنه على الفرد أن يستمتع بحياته ويعيش حياة حلوة ويعيشها إثارة مجازفة، مجازفة بالتجارة طبعا، على عكس الكاثوليكية. الكاثوليكية كانت منفصلة عن العالم وكانت يعني غير مبالية بالأمور الدنيوية، ما عندها اهتمام بثروات العالم. فكان يقول ماكس فيبر الكاثوليكي أكثر هدوء، مسكون بعطش قليل جدا إلى الكسب. الكاثوليكي يفضل حياة آمنة حتى لو دخل مالته مادي جدا ضئيل، أفضل مما يروح يجازف لك حتى لو يربح ثروات طائلة وأمجاد، ما يريد هالشي، حياة هذا قليلة، أكل متواضع كذا كلش كافي. فحتى للطرفة كانت أكو حكمة شعبية تقول أما أن تأكل جيد أو أن تنام جيد. يعني إذا أريد نطبقها على البروتستانت وعلى الكاثوليك، البروتستانت بالحارة راح يفضل يأكل جيد بينما الكاثوليك يفضل أنه ينام جيدا. ما هو السبب اللي دفع الأول، السبب اللي خلى ظهور الرأسمالية بالمناطق البروتستانتية أو ظهور البروتستانتية بالمناطق الصناعية المتقدمة؟ يقول فيبر أنه السبب التحرر الديني اللي تكلمنا عنه، تحرر الديني عند البروتستانتية، وأيضا تحرر اقتصادي بالرأسمالية. تحرر ديني عند البروتستانتية، تحرروا من سلطة البابا، من محاكم التفتيش، من صكوك الغفران، من كل هاي الأمور،
وايضا الراسماليه نعرفها احنا كل زين متحرره، فتحرر التم على تحرر. ما دامت البروتستانتيه مذهب يدعو للحريه والراسماليه هي الوريد الطبيعي لها، ليش؟ لان ايضا تقوم على الحريه بعلاقات الانتاج، بالعكس منها الكاثوليكيه محافظه ملتزمه منعزله عن العالم، مثلها الأعلى الاعتكاف والنظر للسماء، وهي تربي حتى أتباعها ودعاتها أنه ما يهتمون للماديات أبدا، بعكس البروتستانت اللي يقوم على النظر الداخل الإنسان الباطن الإنسان فهم العالم، ما ينظر للسماء. طبعا توجد أكو رأسمالية فجة وأكو رأسمالية واعية. الرأسمالية فجة هاي شرها اللي ما يهمها غير الربح، هاي اللي تقوم على الأنانية وعلى الشره وعلى الرغبة بالكسب بدون أي أخلاق بدون أي ورع، فهاي يعني يسموها الرغبة العارمة بالذهب. هاي الرأسمالية هي مرحلة سابقة للرأسمالية الأخرى اللي هي الواعية. هاي الرأسمالية الفجة تقوم على أخلاق تتجه نوع الخارج، ما لها علاقة بداخل الإنسان. وتوجد أيضا رأسمالية واعية اللي هي يدعو إلها ماكس فيبر، هاي تقوم على أخلاق تتجه نحو داخل الإنسان، زين يعني تدعو إلى عقلنة رأس المال، ويجب أن يستخدم يعني ويتنظم عقليا بالعمل الحر. فيعرض ماكس فيبر نفس المبادئ بروح الرأسمالية، مبادئ وضعها الرئيس الأمريكي بنيامين فرانكلين، 6 مبادئ للرئيس الأمريكي بنيامين فرانكلين وضعها نسيته ماكس فيبر، اللي هي تقول أولا الوقت هو المال، 2 الثقة هي المال، 3 المال بطبيعته يولد مال، 4 الدافع الجيد هو كيفية الحصول على مال الآخرين، 5 أهمية الأفعال اليومية لكسب ثقة الناس، و6 الظهور بمظهر الرجل الشريف الورق. هاي مبادئ للرئيس الأمريكي وضعها أخذها من عنده ماكس فيبر. فيقول ماكس فيبر روح الرأسمالية هي المنفعة، لكن هاي المنفعة محصنة بفضائل. يقول أيضا مو ماكس فيبر يعني اللي ينقدون هاي الأمور، يقول هاي تقوم على النفاق. نسيته الرئيس فرانكلين اعترف يقول انه الله اوحى الي بنفعية هاي الفضائل، يقول الله هو المنفعة، و يعني ما تحتوي هاي الاخلاق على اي تصور للسعادة او حتى اللذة، فالخير الاقصى لها هو كسب المال، مال ثم المال لا اكثر ولا اقل، فالمال هو الغاية. يقول موضوع متعالي لا عقلي، يقول الكسب هو غاية الانسان، واذا تسألوني يقول الرئيس فرانكلين هذا موجود بالتوراة، يعني عن انه المال هو الاهم شيء، زين حتى ارتباط الله بالارض، وايضا انه الله كان يداري شعب معين مو كل الناس، على يعني على اعتبار انه مثلا اليهود بقت شعب الله المختار. حتى يقوم هذا العمل ماكس فيبر يعتبر العمل رسالة ومهنة. شلون مفهوم رسالة ومهنة بالعمل؟ هو بنفس الوقت يعني انه يجب ان انه العامل ما يهتم للاجر، سواء كان هذا الاجر مرتفع او منخفض، بل ان يهتم انه هذا العمل اللي يقوم به هو رسالة نتيجة التربية، يا تربية التربية الدينية. شلون التربية الدينية؟ يقول ماكس فيبر هي افضل وسيلة للتربية الاقتصادية، فيصبح العمل إلزام أخلاقي على الإنسان البروتستانتي، بالحالة راح يعمل بشرف وبجد ويزيد الإنتاج، وما يعتبر أنه هذا العمل روتيني تقليدي فتشي مفروض عليه، لا يعتبر عمل أخلاقي. فالرأسمالية الروحية بالحالة تقوم على رسالات السماء، على دعوات الأنبياء، يعني يتكلم يقول حطت مهنة الإنسان إلى الأبد وما يمكن تغييرها، ولا يرفض يعني أنه هاي المهنة مالته يجعلها انعكاس لأوضاع اقتصادية أو كذا. فالعامل خلق عامل منذ الأسل، وصاحب رأس المال خلق سيد إلى 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 الأبد. يقول أعتقد هنا قول يمكن مارتن لوثر إذا ما خطأ، يقول لو عين الله لك هذا الطريق
اللي تستطيع أن تكسب بأكثر من أي طريق آخر. أكو عدة طرق، رب العالمين مختار لك طريق تقدر تكسب بيه أجر مال أكثر، وأنت رفضت هذا الطريق ورحت لغير طريق آخر، فأنت بالحالة تتعارض غاية الله، تتعارض رسالة الله، وترفض أن تكون خادم لله، وترفض قبول هدايته أو استعمالها لخدمته. هذا القول اللي يمكن هو المارتن لوثر، يعني دايريد يقول لك أنه أنت مهما تعمل بأعمال قاسية وبأجر قليل، هذا الله كاتب لك إياه، فلا تروح بطالب أجر أكثر ويعني تترك هذا العمل لأنه كذا، هاي إرادة سماء. ففيبر هنا، ماكس فيبر، يجعل التربية الدينية وسيلة حتى الإنسان البسيط العامل يقبل أمر الواقع ويرضى به. كارل ماركس لو يسمع هذا الكلام ايش راح يقول؟ راح يقول الدين أفيون الشعوب، لو ما يقول راح يقول الدين أفيون الشعوب، عكس ماركس، عكس ماكس فيبر تماما. ففيبر يقول انه راح من يقطف الانسان العامل بقسمته راح يزيد الانتاج والربح، راح يزيد عدول اصحاب رؤوس الاموال، لكن مع ضمان انه بقاء العامل على الولاء. ليش؟ لان العمل رساله، مثل ما قال رساله بهاي الحياه، لكن الاحساس بهاي الرساله بالحياه، يعني احنا ما راح يوقعنا بالاستغلال، انا ابقى عامل طول عمري وذاك يكسب بالالاف والى متى. فهنا يتحدث فيبر بشيء يعني مثل المثال اكثر من لازم. فيقول هنا الدوله اللي يجب ان تكون ملتزمه بنظام ما يقوم على استغلال طبقه لطبقه او سياده، يعني سياده الاقليه على الاغلبيه، الاقليه البرجوازيه على الاغلبيه، طبقة العمال، وبهالحالة راح تكون رسالة تحرر المجتمع وراح تنمو الموارد الاقتصادية وراح يتوزع الدخل القومي، فراح يصير تناسب بين طبيعة العمل ورأس المال. يعني كلام بي شوية مثالية أكثر من اللازم. مارتن لوثر أيضا له علاقة بالرأسمالية، بس ما نقدر نعتبر لوثر، مارتن لوثر، مسؤول عن الرأسمالية أبدا. فمارتن لوثر هاجم الربا وكل المؤسسات الاستغلالية بوقتها والمركزية، لكنه أعطى المهنة أساس ديني وأخلاقي، لأن احنا نعرف السيد المسيح من يقول بأحد الآيات مالته أعطنا من قوتنا كفاية ليومنا. لذلك البروتستانت قدسوا العمل اليدوي، وحتى كونوا طائفة اسمهم الآباء العمال اللي كانوا يعملون كل الأسبوع، يخصصون فقط اليوم السابع لعبادة الله. فما توجد عدة البروتستانت خدمة دينية منفصلة عن هذا العالم. لذلك حتى شرعوا البروتستانت زواج الآباء، وذول خرجوا من عندهم علماء ودباء وفلاسفة ومفكرين وباحثين. الرسالة نفسها عند مارتن لوثر هي تحقيق المشيئة الإلهية. فغرض ماكس فيبر هنا انه تصبح الافكار الدينية، ها الافكار الدينية البروتستانتية راح تصبح قوة تاريخية محركة، لو لا اكيد راح تصبح قوة تاريخية محركة للتاريخ لاعطاء الرأسمالية دفعة جديدة، زين، بسبب الدين. فاعطى الدين تفسير رأسمالي ماكس فيبر، واعطى الرأسمالية تفسير ديني. يتحدث ايضا شو اسمه ماكس فيبر، يقول إذا كانت البروتستانتية طائفة تقوم على الزهد وبنفس الوقت تدعم لك الرأسمالية اللي تقوم على حب المال فقط، كيف سيتم الترابط بين هاي النقيضين؟ ماكس فيبر يفسر الزهد تفسير رأسمالي حتى يوفق بينه وبين الرأسمالية. فكان يرى أنه الدين بالأساس أدان التمتع بالملكية، صح، وأدان التمتع بالثروة وبالغنى بدون أن يمنع ذلك. الزهد أيضا يرفض التمتع بالغنى لكن ما يرفض التعامل معه. اثنين، الدين يوصي بالالتزام بالوقت، الدين يوصي بالالتزام بالوقت وبأنه ضياع الوقت هو أول الخطايا. هذا مو نفس الكلام اللي قاله بنيامين فرانكلين، ان الوقت هو المال،
طيب ثلاثة، الدين نفسه يوصي بالعمل المستمر مثل ما تريد الرأسمالية، ويوصي بالعمل الطويل، إنه الإنسان من يعمل عمل طويل وبجهد هذا فالدليل على الزهد، لأن العمل تعبير عن التقوى، والإنسان من يعمل راح يتناسى غرائزه، وهو غاية الحياة اللي حددها رب العالمين. بهالحالة راح يلتئم الزهد والرأسمالية، لو يلتئمون أكيد راح يلتئمون بقالب واحد. فجعل ماكس فيبر الزهد مقدمة للتنظير العقلي وسيادة الأخلاق العلمانية. فعندما يتحول الزهد، يقول ماكس فيبر، عندما يتحول الزهد من خلية الزهاد بالحياة اليومية، راح تبدأ السود الأخلاق العلمانية، ويشارك بها يعني كل الناس راح يشاركون ببناء نظام اقتصادي حديث. بهالحال راح تكون أحد عناصر الرأسمالية الحديثة اللي تكون معاصرة للسلوك العقلي اللي يقوم على المهنة الصادرة منين؟ من الزهد المسيحي. راح تصبح هناك أخلاق أساسها العمل والعمل بزهد. فكان يلاحظ، حتى يريد يفسر هالشيء أو يريد يربط هالشيء، كان يلاحظ ماكس فيبر أنه التجار اللي أصحاب الأموال عندهم مثل ما عندنا احنا الان، عندهم احساس بالتقوى بنفس الشده الحسم التجاري. وايضا انه حتى تحريم الربا عند اليهود وعند المسلمين وعند المسيحيين، هذا ما منع الطوائف انه تسوي التفافات وحيل شرعيه حتى تبرر الربا. ايضا انتشار هاي الدعوات الدينيه بالطبقه البرجوازيه اللي كانت صاعده، كل ما يزود عندها الغنى ايضا يزود عندها التقوى الدينيه. ف يقول ايضا حتى نلاحظ على رجال الدين البخل وحب المال، فحتى هم نفسهم رجال الدين بكل العصور يقودون حملات تبرع وجمع اموال. يقول يعني كل هذا السبب تحقيق هاي الرغبه بالزهد وبالتقوى. فيفسر كل ذلك يعني فتشي مادي مبطن بشيء روحي. فحتى يبرر التاجر ماديته الروحية، طبعا ماكس فيبر زار أمريكا وقتها والتقى بالتجار وشاف الكنائس وكذا، فشاف أنه كثير من التجار يعني حتى يبرر المادية الروحية مالته ينتسب الجماعة الدينية. هاي الجماعة الدينية يعني تقوم بأعمال البر والإحسان. فلاحظ ماكس فيبر من كان بأمريكا أنه كثير من الأغنياء ينضمون للكنائس ويدفعون أموال ضخمة، حتى يعني مو قصدهم يعني إلى حد ما وجه الله، بس أيضا للنفع، وحتى يكسبوا ثقة الآخرين يطبون للكنائس. يعني يقول كأنه طابين للبزنس، يبدون يتفاخرون بالأموال اللي يعطوها، وحتى لربما يتحولون من مذهب إلى مذهب، مثلا مذهب العماديين. يجي مليونير بمنطقة كلها عماديين، مذهب العمادي، وينتمي الكنيسة العمادية حتى ينشئ له مصرف بهاي المنطقة العمادية وينضموا لكل هاي الطائفة الموجودين، فيصبح فد إنسان نبيل متقي لله والناس تثق به، راح يحصل سعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. فارتبط الدين والرأسمالية بعقلية انتهازية حسب ما يقول يعني ماكس فيبر. الدين وممارسته بأمريكا يقول ما يفرق عن الديمقراطية وممارستها أبدا. فهاي الروابط والمؤسسات والمصالح اللي تحدد اللون السياسي للدولة، يقول ماكو أي فرق بين أن ينتسب المؤمن للطائفة الدينية أو ينضم إلى شركة أو مؤسسة، اثنينهم نظام عقلي اجتماعي. هذا الشيء لاحظه ماكس فيبر. فيقول لا عجب أنه يكون الدين أساس نفسي ونظري للرأسمالية. زين، يعرف أيضا ماكس فيبر، يقول الدين تصور روحي للعالم، والرأسمالية تصور مادي للعالم. وبهالحالة اجتمع تصور المادي مع تصور الروحي. وحتى عندنا احنا بمجتمعاتنا الإسلامية يعني تلقى كثير من التجار يسوي لك مصارف إسلامية حتى
لربما مو قصدهم وجه الله، قصدهم اجتذاء يعني ثقة العملاء الزبائن، أو يسوي لك لحوم مثل لحوم الكفيل وغيرها وكذا، ويخلي بها فتاوى شرعية ويخلي بها صورة رجل دين ملتحي وكذا. وهاي كليته هو اختلاط بين الدين وبين المادة، مادة مبطنة بخلاف روحي. هو ما ينقد هالشيء، لكن يقول هذا سبب لهذا. أيضا يتحدث عن مراتب الإلهية ويا عن أوضاع الطبقية، فيصف فيبر البروتستانتية الزاهدة، يقول أن أكو أربع فرق تابعات للكنيسة البروتستانتية الزاهدة: الكلفينية تحدثنا عنها، والقنوط، والمنهجية، والعمادية. يقول هاي الفرق الأربعة مشهورة بالزهد البروتستانتي، هاي كلها ترتكز على عقيدة رئيسية واحدة هي لب البروتستانتية. كل هاي الطوائف تدعو إلى التطهير بالرجوع إلى الباطن، إلى باطن الإنسان، تأسيسه على العقل. هذا اللي يسميه ماكس فيبر بعملية القضاء على السحر، كنتيجة للقضاء والقدر اللي موجودة عند الكاثوليك، فيعتبرها انعطاف على الذات، وكان يراها نقطة الالتقاء بين البروتستانتية وبين الرأسمالية. يتحدث عن تصور هرمي للعالم ماكس فيبر، فيقول هاي الروح الطاهرة القادرة على التنظير العقلي، يقول هي سبب نشأة هذا التصور الهرمي للعالم، سواء باللاهوت أم بالسياسة أم بأي شيء. هذا التصور الموجود بالمسيحية هو تصور تدريجي يعرض لك العالم على شكل متدرج، يبدأ على سبيل المثال من الأكثر كمال وينتهي بالأقل كمال، وتتفاوت بيناتهم المراتب، كل ما صعدنا أعلى راح يزداد الكمال حتى نوصل للكمال المطلق، وكل ما نزلنا للأسفل كل ما هبطنا راح يقل الكمال حتى نوصل للنقص المطلق. أيضا هذا العالم بيتدرج كوني بمادة الكون نفسها، كل ما صعدنا الأعلى زادت الموجودات روحانية وشفافية حتى نوصل للروح الخالصة، للصورة المجردة، كل ما هبطنا للأسفل راح تقل الموجودات الروحية وراح تزود العتمة حتى نوصل للمادة الخالصة. أيضا تدرج بسلم القيمة، كل ما صعدنا إلى أعلى زادت درجة الشرف حتى نوصل للشرف المطلق، كل ما هبطنا للأسفل راح تقل درجة الشرف حتى نوصل للخسة المطلقة مثلا. أيضا أكو تدرج بالمعرفة، كل ما صعدنا للأعلى راح يعني تعلى قوى الحس، وراح تزيد الشفافية، الاعتماد على نور البصيرة يزيد، على الإشراق، على الحدث المباشر، على الاتحاد بالله. كل ما هبطنا للأسفل راح يزيد الاعتماد على اليمن، على الحواس، على المدركات الحسية، على الموضوعات المادية، راح تكون المسافة بين الله والإنسان بعيدة للغاية كل ما نزل. بعدين ظهرت هاي الصلة بالمراتب الإلهية والأوضاع الطبقية نفسها بالصلة بين التفكير الديني والتفكير السياسي. يتحدث أيضا عن ماكس فيبر بهذا الكتابة نظرية العقول العشرة، يتحدث بها، يقول يعني هاي يفيض بها العقل الأول عن الله، ثم العقل الثاني عن العقل الأول، ثم العقل الثالث عن الثاني، حتى العقل العاشر. كل عقل يدير فلك حتى نوصل للعقل العاشر اللي يدير فلك الأرض، فالأجرام السماوية أيضا تتفاضل بالعلو يعني بالشرف أيضا مثل العقول تماما، وحتى بالتفكير السياسي. يعني نلقى برأس الهرم رئيس الدولة، بعدين الوزراء، بعدين المدراء العامين، بعدين كبار رجال الدولة، بعدين قادة الجيش، حتى نصل بالنهاية للعمال، للفلاحين في أسفل السلم الاجتماعي. فهناك درجات بالأسفل وبالأعلى، أيضا بالمادة، المعادن، النبات، الحيوان، الإنسان، نلقى الإنسان هو بالقمة والمادة بالأسفل. أيضا بالإنسان نفسه حتى القوى الإدراكية تتفاضل يعني من الأسفل للأعلى، فيوجد الحس، العقل، القلب، نفس القوى الحيوية مع الإنسان، القوى الغادية يسميها، القوى الحاسة، النزوعية، بعدين القوى المتخيلة، القوى الناطقة. أيضا بعلم الاجتماع تتفاضل المدن، فهناك يعني الإنسانية الكاملة وغير الكاملة، غير الكامل خادم للكامل، يقول هناك العظمى الإنسانية والوسطى يسميها الأمة، الصغرى المدينة، والقرية تعتبر أقل كمال من المدينة، وبالتالي فهي خادمة إلها.
فهاي ثنائية الصورة والمادة على هالنحو يصبح التصور الهرمي اللي ذكره ماكس ويبر لهذا العالم هو الأساس النفسي وبنفس اللحظة الميتافيزيقي للرأسمالية، وتتأصل الرأسمالية داخل هذا التصور الهرمي اللي ذكره ماكس ويبر، فتتم بالنتيجة عبادة الله برأس المال، وتتم عبادة رأس المال في شخص الله. إذا أريد يعني نتكلم عن الخلاصة، حاول ماكس ويبر البحث بالعلاقة بين أخلاق البروتستانتيين وبين نمو الروح الرأسمالية وكيف تتحول الأفكار إلى قوة تاريخية فعالة، مثل ما لاحظنا أنه شون هاي الأفكار أثرت على الرأسمالية وغيرت حركة التاريخ. فوجد فيبر خلال دراسته على الأخلاق البروتستانتية أنه الرأسمالية الحديثة نشأت من خلال العقيدة البروتستانتية بما تضمن يعني الأمور اللي تكلمنا عنها من سلوك وأخلاقيات وتربية دينية وعملية. فاعتبر فيبر الدين، اعتبر الدين هو المحرك الأساسي لكل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية اللي مارسها المجتمع، يعني تماما عكس كارل ماركس. فسلوك الأفراد بمختلف المجتمعات يمكن أن يفهم إطار تصورهم العام للوجود. فالدين يعني يعتبر ميدان صراع ما يمكن تجاهله بطروحات كارل ماركس وماكس فيبر. الدين عند كارل ماركس يعني يعتبره، يسميه زفرة المضطهدين، ويعتبر مظهر من مظاهر استلاب الإنسان وشكل من أشكال الأيديولوجيا اللي تستخدمها السلطة للسيطرة على الناس. ماركس ما تردد أبد بوصف الدين بأنه هو المنتج الاجتماعي اللي يعني يطور بتطور المجتمع اللي محكوم باقع المادي، مثل ما تكلمنا عن كارل ماركس، ويقول بما أن الواقع هو من يصنع هذا الوعي الإنساني ويشكل مفاهيمه بلحظة تاريخية محددة، راح يصبح الدين بهالمفهوم وعي مقلوب مثل ما قال كارل ماركس. بالعكس من عنده ماكس فيبر يأسس التحليل عميق بعلاقة الدين بالمجتمع، يتوصل من خلالها إلى أهمية القيم الدينية بظهور قيم وأخلاق العمل بالمجتمعات الصناعية. فاتخذت أبحاث ماكس فيبر بخصوص علاقة الدين بالرأسمالية مسارين، أولهم يبين المساهمة الإيجابية للمسيحية وخصوصا البروتستانتية بظهور الرأسمالية، والآخر بالكشف عن العوائق اللي أخرت ظهورها بمجتمعات والديانات الأخرى، وهذا ذكره بكتاب آخر ربما نتطرق له. انتهت هاي الحلقة وشكرا لكم.